أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ: والدي مريض ويصلي جالسا، فهل يجلس متربعا أو كهيئة التشهد، وما الأدلة في ذلك؟ الأحسن أن يجلس متربعا، وإن جلس كجلوسه للتشهد فلا بأس بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل جالسا فإنه يجلس متربعا في محل القيام. نعم.